الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء: ألف، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري. باء، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره: إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي: إنه حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. جيم، ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. دال، ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا. قوله موقف العلماء من الإسرائيليات، هذا قد علم مما سبق أن الإسرائيليات تنقسم إلى ذات أقسام: قسم شهد شرعنا بصدقه فهذا يصدق لأن شرعنا شهد به، والثاني شهد بخلافه فهذا لا يصدق، والثالث لم يرد شرعنا بنفيه ولا إثباته فهذا يتوقف فيه. لكن قوله من يعني موقف العلماء، مراد بذلك استعمال العلماء للإسرائيليات، هل هم يكثرون منها أو يقللون، وهل يعتبرونها أو لا يعتبرونها، هذا هو المقصود بهذه الترجمة. فالعلماء رحمهم الله منهم من أكثر منها لكنه ذكرها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه إذا ذكرها مقرونة بأسانيدها خرج من العهدة. ولكن قد يقال إن هذا فيه نظر، لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن يراجع أصولها ويعرفها، ولكن يعتذر عن ابن جرير وأشباهه، يعتذر عنهم أنهم والله أعلم لم يكن لهم فراغ في تمحيصها وتحريرها، وخافوا من ضياع الصحيح منها، فقالوا نثبتها ولعل الله يأتي بمن ينقحها ويحررها. والثاني، القسم الثاني، من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، وهذا أقل رتبة من الأول، لأن الأول يذكر الأسانيد وبإمكان الإنسان أن يراجعها ويعرف الصحيح من الضعيف، لكن هذا لا يذكر الأسانيد. فكان حاطب ليل مثل البغوي. البغوي رحمه الله تفسير فيه إسرائيليات كثيرة لا يذكر لها سند ولا يتعقبها، لكنه في اللغة جيد، وتفسيره تجزئة، ليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرة ثم يذكر المعنى مجملا، بل هو تفسير تجزئة على جملة، ومفيد لطالب العلم، لكن ما من أحد إلا وله هفوة. في الإسرائيليات لا يهتم بها ولا يذكر أسانيدها وينقلها. وقال شيخ الإسلام عن تفسيره: إنه مختصر من الثعلبي، لكنه أي البغوي رحمه الله صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، فكان بذلك خيرا من تفسير الثعلبي. وقال عن الثعلبي، يقول شيخ الإسلام: إنه حاطب ليل. حاطب الليل ربما يحمل مع حطبه ثعبانا يهلكه، ولا يتفقد ولا ينظر، يأخذ ما هب ودب. ولذلك يضرب هذا مثلا
لمن لا يكترث بالأمور ولا يحققها ولا يحررها. قال ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومن العلماء من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض بما ذكره مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، فهمت؟ وهذا مثل ابن كثير، ولكن نقول تعقب البعض، يعني لم يتعقب جميع الإسرائيليات الضعيفة بل تعقب بعضها وأنكره أشد الإنكار، وهذا أحسن من الذي قبله. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا، والظاهر أن غيرهم من المعاصرين مثله لا يعتبر إطلاقا بالإسرائيليات، ويقول لا يجوز أن نفسر بها كلام الله، ويعرض عنها إعراضا كاملا. هذه أحوال العلماء بالنسبة للإسرائيليات. نعم يا شراف. الشيخ عبد الرحمن السعدي ما ينقل الإسرائيليات، اللهم إلا نادر. أي مفيد ما في شيء، من أفيد التفاسير، لكنه رحمه الله أحيانا يذكر الآية ولا يتكلم عليها إطلاقا، وأحيانا ينسى الآية أيضا، لكن نادر هذا. أحيانا يتكلم على الآية في استنباط الأحكام بكلام لا تجده في غيره ولا في تفسير القرطبي الذي يعتني بالأحكام. نعم سامي. شيخ في قولك أن المفسرين كان مواقفهم على ثلاثة أنحاء. نعم. ثم قسم تقسيم رباعي. نعم. أي تقسيم كيف؟ لأن محمد رشيد رضا ما أعتب لها إطلاقا. الثلاثة أنحاء قبله كلها تعجب التفسير وتأخذ بها، لكن بعضهم يحرصها وبعضهم يذكر أسانيدها وبعضهم ما يذكر شيء أسانيدها ولا يوم يحرصها. شيخ بارك، ما هي القيمة العلمية لتفسير محمد رشيد؟ ما هيش؟ القيمة العلمية لتفسير محمد رشيد هذا. أنا أستفيد منه كثيرا، تفسير فيه مسائل جيدة، وكما نعلم هو رحمه الله ممن يميل إلى الاستقلال الفكري في تفسير القرآن، لكني أستفيد منه، هو لطالب العلم مفيد. ثم أنه يعني يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقع ويطبق عليها آية القرآن، لكن كما نعلم لم يتمه، أظن أخذ 12 جزء تقريبا. استقال الفكري انه غالبا يرجع الى عقله دون ان يرجع الى غيره، لكن مع ذلك يكون استنباط وفهمه جيدا. نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنه. قد يتطرق الانسان اثناء قراءته او سماعه لقصص الانبياء الى ذكر الاسرائيليات، فما هي الاسرائيليات وما موقفنا منها ومتى عرفها المسلمون؟ الاسرائيليات نسبه الى اسرائيل، واسرائيل هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، له اسمان يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل، كما أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسماء: الحاشر والعاقب ومحمد وأحمد والمقفي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كان ليعقوب صلوات الله وسلامه عليه أكثر من اسم، فاسمه يعقوب واسمه إسرائيل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. وقوله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإسرائيل هو يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. وعندما يقولون أخبار بني إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل يعنون نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، فنسل يعقوب هم بنو إسرائيل.
ولذلك يقال عن بني إسرائيل إنهم أبناء عمومة للعرب، لأن يعقوب ابن لإسحاق، وإسحاق أخو إسماعيل أبو العرب المستعربة، ولذلك أخبار بني إسرائيل هي أخبار نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. أخبار بني إسرائيل لها أكثر من طريق. الطريق الأول ما جاء من أخبارهم في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهؤلاء بنو إسرائيل والله يخبر عنهم، فهذا خبر عن بني إسرائيل ولكنه في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك جميع قصص الأنبياء الذين بين يعقوب ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أنبياء بني إسرائيل. هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، أي الأنبياء الذين أرسلوا لبني إسرائيل وهم كثر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وكذلك من أخبار بني إسرائيل ما جاء في السنة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا، كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه من قصة جريج العابد وقصة الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار، نزلت صخرة فأطبقت عليهم فم الغار، وكذلك قصة بني إسرائيل وقصة أصحاب الكهف. كثير جدا هي القصص التي تذكر في الكتاب والسنة عن بني إسرائيل، فهذه نقبلها ونصدق بها ونؤمن بها كما أخبر الله جل وعلا أو أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث من قصص بني إسرائيل وهو ما وجدناه في كتبهم، كما يوجد في التوراة أو يوجد في الإنجيل أو يوجد في مزاميرهم ورسائلهم وغيرها من أخبار بني إسرائيل، فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منها مقبول، وآخر مرفوض، وثالث يروى ولا يصدق ولا يكذب. أما المقبول فهو الذي يوافق ما في كتاب الله وما في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول. فأنت تجد مثلا قصة يوسف موجودة في التوراة، وتجد مثلا بعض قصص إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه موجودة كذلك في التوراة، وتجد كذلك بعض قصص موسى صلوات الله وسلامه كذلك موجودة في التوراة، وهكذا. فما وافق كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما هو موجود في كتبهم فهذا مقبول، ولا شك أنه يغنينا عنه ما في كتبنا، أعني الكتاب والسنة. والآخر مرفوض، وهو ما خالف الكتاب والسنة أو كان فيه طعنا في الله جل وعلا أو في أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، كما جاء في التوراة مثلا أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهذا موجود في كتبهم، فهذا لا شك أننا نكذبه. وكذا ما ذكرناه من طعنهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذا كذلك مما نرده ونكذبه. القسم الثالث وهو الذي لا يوجد في كتاب الله ولا يوجد في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أي طعن في أنبياء الله ولا في رب العزة تبارك وتعالى، فهذا تجوز روايته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه الإمام البخاري. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا. فالإنسان المسلم موقفه من هذه الإسرائيليات التي لا تخالف ولا توافق أنه لا يكذب لأنه قد يكذب حقه، ولا يصدق لأنه قد يصدق باطلا، فماذا يفعل؟ يجوز له أن يروي، يجوز له أن يحدث، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، خاصة القصص التي تكون فيها بعض العبر والفوائد من قصص بني إسرائيل، كبعض الحكم التي تنقل عن عيسى صلوات الله وسلامه عنه قال عن الدنيا مثلا: اعبروها ولا تعمروها. فهذه كلمة طيبة وحكمة، قد يكون عيسى صلوات الله وسلامه عليه قالها وقد يكون لم يقلها، الله أعلم بهذا، لذلك لا بأس أن نرويها، ولكن لا نصدق ولا نكذب، ولا نجزم أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه قالها، ولكن نقول يروى عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال كذا.
ويروى هذه كلمة فيها تمريض، يعني يحتمل أنه ثبت ويحتمل أنه لم يثبت. وقصص بني إسرائيل كثيرة جدا، تلك التي فيها شيء من المواعظ والفوائد التي يستفيدها المرء في دينه ولكن لا يحتاجها وإنما يستفيد منها، كمثل القصة التي ذكرت أن ثلاثة نالوا مالا ثم خرج أحدهم، أحد الثلاثة خرج ليأتي بالطعام، وجلس اثنان فاتفقا على قتل صاحبهما ليقسم المال بينهما بدل أن يقسم على ثلاثة فيقسم على اثنين، واتفق على هذا أنه إذا جاء قتله. وخرج الرجل، فلما ذهب الرجل فكر قال لماذا يقسم المال على ثلاثة، لماذا لا أخذه لي وحدي فأدس السم لهما فيموتان وأخذ المال لي. فذهب وأتى بالطعام ودس فيه السم فخطط لقتلهما وخطط لقتله، فلما رجع استغفلاه جاءه في غفلة فقتله ثم أكل الطعام فماتا. هذه عبرة، فائدة، الطمع كيف يؤدي بالإنسان وكيف أنه يهلكه، كيف أنهم لم يرضوا أن يأخذ كل واحد منهم ثلث المال فخرجوا صفر اليدين مع الإثم الذي ركبهم. فالشاهد هذه فيها عبرة يستفيدها الإنسان في حياته ولكن لا يحتاجها في دينه في حلال أو حرام، وإنما تذكر للعبرة والاستفادة. هذه الأخبار عن بني إسرائيل التي قد نذكرها وقد ذكرها أهل العلم وتسالموا على نقلها، كمثل نقلهم عن أهل الكهف، ما هي أسماؤهم، ما لون كلبهم، عصا موسى من أي الشجر كانت، وكذا الطيور التي ذبحها نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من أي الطيور كانت، وغير ذلك كثير، كإخوة يوسف ما أسماؤهم، ما الجب الذي ألقوا يوسف فيه، ما اسم امرأة العزيز، وغير ذلك كثير من أخبار بني إسرائيل التي لا مانع من الاستئناس بها وذكرها ولكن الإنسان لا يعتمد عليها اعتمادا كليا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب ما فيه. وهذا يكون فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه، وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله ما صح نقله أو حسن. فقد قال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، فما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال. فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد أغنانا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلط وكذب ووضع وتحريف وتبديل وبعد ذلك كله نسخ وتغيير. إذن هذا هو موقفنا من روايات بني إسرائيل. فما فائدتها إذن؟ فائدتها أن يعرف العبد أو يتعرف على كيفية فعل الله تبارك وتعالى بأوليائه وكيف فعل سبحانه وتعالى بأعدائه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء كما في حديث أبي زيد الأنصاري يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم خطبنا حتى صلى بنا العصر، ثم خطبنا حتى غابت الشمس فنزل وصلى بنا المغرب فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيح.